النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في الأردن، ورحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم تسود أجواء ربيعية دافئة بشكل عام، درجة الحرارة حول معدلتين مثل هذا الوقت من العام، لكن اعتبارا من يوم غد السبت تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع مجددا مع اندفاع لكتلة هوائية حارة جديدة نحو المنطقة، تعمل على ارتفاعات كبيرة وملموسة على درجات الحرارة خاصة خلال بداية هذا الأسبوع. استعرض الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة بالخرائط خلال عطلة نهاية الأسبوع. خلال الأسبوع القادم نبدأها بحالة عدم الاستقرار الجوي التي ستبدأ تأثيرها على المملكة اعتبارا من يوم الأحد مع هذه الكتلة الهوائية الحارة، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار ما ساعات عصر ومساء يوم الأحد في مناطق عشوائية من المملكة، تتركز في المنطقة الشرقية تحديدا حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية وتعطل زخات من الأمطار. يوم الاثنين بإذن الله تعود وتتشكل هذه الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، تعطل زخات رعدية عشوائية من الأمطار في مناطق من المملكة خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر والمساء. يتجدد تشكل هذه الغيوم خلال ساعات يوم الثلاثاء، وتتجدد فرص هطول زخات الأمطار المتفرقة والعشوائية الطابعة خلال ساعات الظهيرة والعصر، وبالتالي هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تتكاثر على إثرها الغيوم بشكل يومي اعتبارا من يوم الأحد وطيلة الأسبوع القادم أثناء فترة تأثير هذه الكتلة الهوائية الحارة. تفاصيل أكثر حول الكتلة الهوائية الحارة نستعرض في هذه الخرائط. يوم الجمعة كانت درجة الحرارة حول معدلتين مثل هذا الوقت من العام، درجة الحرارة كانت ربيعية دافئة بشكل عام خلال ساعات النهار، أما ليلا كانت لطيفة بشكل عام، لكن اعتبارا من يوم السبت بإذن الله تقترب من المملكة كتلة هوائية حارة قادمة من الصحراء الكبرى الإفريقية وأيضا من الجزيرة العربية باتجاه منطقة بلاد الشام، ترتفع على إثرها درجات الحرارة تصبح أعلى من معدلتين مثل هذا الوقت من العام. يوم السبت نهارا تحديدا تكون الأجواء حارة نسبيا، أما ليلا تصبح الأجواء دافئة. يوم الأحد تتعمق وتشتد تأثيرات هذه الكتلة الهوائية الحارة، المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة في عموم مناطق المملكة، تكون درجات الحرارة في منتصف الثلاثينيات في أغلب مناطق المملكة، بينما تكون فوق 40 درجة مئوية في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة، أما ليلا تكون الأجواء دافئة بشكل عام. يوم الاثنين أيضا تستمر هذه الأجواء الحارة نسبيا إلى حارة في عموم المناطق، وأيضا الأجواء الدافئة خلال ساعات الليل مع تأثر المملكة بحالة من عدم استقرار جوي. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور يكون الطقس صافي مع 23 درجة مئوية، الملموسة 22، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم السبت بإذن الله كما ذكرنا هناك ارتفاع واضح على درجات الحرارة 30 درجة مئوية مع طقس صافي، أما الصغرى 23 درجة مئوية. يشتد وتتعمق هذه الكتلة الهوائية الحارة يوم الأحد وتسجل 35 درجة مئوية، أما الصغرى 24 درجة مئوية. تنخفض قليلا درجات الحرارة يوم الاثنين لكن تبقى أعلى من معدلتين مثل هذا الوقت من العام، أجواء حارة نسبيا في عموم المناطق مع فرصة لهطول زخات من الأمطار كنتيجة تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، أما الصغرى تنخفض لتسجل 23 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية. والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.